خلال حديث عبر مداخلة هاتفية في برنامج الخط المباشر الذي يبث في إذاعة وتلفزيون الشارقة، كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن كتابه المرتقب الذي سيحمل عنوان الشارقة من الحماية إلى الاستعمار. كتاب يعني ممكن يعني نكشف عنه، يعني هو كتاب اسم الشارقة من الحماية إلى الاستعمار. في سنة 1946 طبعا في هذه الفترة كانت الحرب العالمية، وكان الأمريكان نزلوا الشارجة، وأمريكان نزلوا الشارجة بقوة يعني عسكر جيش، وبعدين الإنجليز كانوا في بر فارس، كانوا في بوشهر يسمونه المقيم البريطاني. المقيم البريطاني. طيب هناك مشكلة بين بريطانيا وبين إيران بعد، فهذا كيف هالحين بيديره هنا؟ الحين هو يبغى يطور المطار، ينزل قوات عسكرية، لأن كيف يعني يخلي الأمريكان نازلين قواتهم وهو ياس يتفرج؟ مع أن هناك في الكتاب اللي فات مكتوب خطاب الضمان اللي طالبه سلطان بن صقر، محمد بن صقر وعيان الشارجة، هذا على موضوع المحطة طال عمرك. هي قالوا محطة تجارية، الآن المحطة تحولت إلى قاعدة، قاعدة عسكرية. الحين هو كيف بيحكم من بر فارس تحت حماية يعني تحت أمر الوزير في طهران؟ عدل. وكيف بيكون هنا؟ قاموا انتقلوا من هناك سنة 46 وعملوا المقر في البحرين. طيب هذا يسمونه المقيم السياسي، بس شو يسمونه؟ يسمونه باليوز. باليوز، باليوز كلمة بيزنطية قديمة، الحاكم حاكم المقاطعة. الآن هذا حكم إنجليزي، حكم في مرادفة يستعملونها مرادفة يسمونه رئيس الخليج. معنى الحكم صار عنده في الاستعمار هالحين، بس هذا بدأ الاستعمار. شوفه كيف هنا، أنا أنتهي هنا بس خلاص، أنا وصلت الرسالة. جميل، واضح، صح الرسالة اللي أريدها يعني. ففي معلومات يعني جيدة، وفيه يعني أنا كان لي مشروع يعني خصوصا لأهل الشارجة، عملت يعني لي 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 لأهلي وأرحامي، عملت التذكرة بالأرحام. إي لكن بعد أهل الشارجة بعد أرحام. شارجة هي بيوتة معروفة. نعم. فكنت عملت مشروع يعني أدخل من الشمال الغرب إلى الشرق. تدخل الفرقان كلها طويل العمر يعني؟ لا لا، بيت 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 بيت. أقول مثلا هذا بيت فلان، وأنا كلها أعرف الحمد لله. وتحدث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن أسواق الشارقة القديمة وطبيعة تكوينها ومحتوياتها وعناصر بنائها، وجسد سموه في حديثه طبيعة الحياة الاجتماعية في تلك الأسواق. الشارقة أول ما تكونت، تفضل صاحب السمو، كان سوق اللي هو سوق العرصة، وهذا كان أقدم أسواق الشارقة، وكانت البلدة هنا في هذا المكان، يعني البلدة هنا قريبة من سوق العرصة. هنا هذا بيت الشامسي اللي هي سيد الطويل، هذا بيت الحكم هذا هنا. هنا يعني، ولكن الباقي كان فرجان، فريج. سبحان الله. الشارجة كان أصلها فرجان، وهذا بعد أنا ذكرته في كتاب أظني تحت راية الاحتلال أو أن سيرة مدينة. نعم. فلما جاء صقر بن خالد هذا عمل هذا السوق اللي هو الآن مكتوب عليه سوق صقر. سوق صقر، هي. وكان مقبب داخله، في قبب، في مقبب يعني مثل ما تقول يعني عليه مسقوف مسقوف بقبب. ايه هكذا. وهذا نحن ما كنا نعرفه، لكن في واحد انجليزي كان زايرني وشايفنا، كتب في الكتاب عن زيارة للشارقة وقال ان هذا سوق. سبحان الله. كان كذا، فنحن على اساس نعمل كذا في عند البوابة وجدنا الأعمدة مال السوق كان أقرب من هذا الوسع. لما حفرنا الأساسات تبين الأساسات أقرب من هذا، أقرب يعني
من الدكاكين الموجوده. يعني متلاصقه اكثر صاحب السمو من الاساسات عقرب، هي اكتشفته. عشان تقبب اللي فوق لازم ايوه يكون عقرب. بالفعل بالفعل صحيح. نحن وجدنا الاساسات القديمه لكن ما نقدر نغير فيه، يعني نتركه مثل ما هو. نحن لما نمشي الى الشرق الان هذا سوق صقر الاساس، من بعد البوابه كانت ساحه، هذه ساحه كانت خاليه هنا، والساحه هذه تابعه لبيت السركال وتطل على البحر.